احمد. الو، اهلا يا استاذ احمد، اهلا يا شيخ. امرني يا غالي. طب دلوقتي يا شيخ، انا دلوقتي عندي، انا شاب عندي 22 سنة، عندك كم سنة؟ 22. 22. دلوقتي يا شيخ انا بقالي فترة بيجيلي وسواس ان انا هموت خلاص، 22 سنة. عندك وسواس ان انت هتموت خلاص؟ طيب يا حبيبي. وكان بيجي وبيروح عادي كده، بقالي بقى يعني بقاله بتاع شهر دلوقتي بيجي بقى بدي سنة عارف، تمام. بيجي بقى ان انا هموت ونفسي بيضيق ومعرفش اخد نفسي. وطبعا دخلت على النت بقى عن وسواس الموت وكده، خوف. يا دي الشيخ جوجل اللي موديني موديك في داهية، الشيخ جوجل ده هيسوحك. سيبك بقى من الليلة دي كلها، انت دلوقتي بقالك شهر الوسواس عندك ان انت خلاص هتموت يا احمد. ايوه، خلاص الشهر بقى دلوقتي كل يوم انت حاسس ان انت هتموت صح، وبقى في كرشة نفس وبقى في حاجات كتير. انا عايز اسأل سؤال بقى، انت بتعمل ايه في حياتك؟ يعني انت مخلص دراسة ولا بتشتغل ولا بتعمل لا ايه؟ انا لسه في الدراسة، لايه؟ لسه في الدراسة. في الدراسة. بتدرس ايه يا جميل؟ انا في إدارة اعمال. إدارة أعمال تجارة يعني. حاجة حلوة زي الفل. وبتروح الجامعة ولا بتكسل تروح الجامعة؟ لا بروح الجامعة كل يوم. بتروح الجامعة. وفي أصحاب بتخرج معاهم ولا مفيش؟ في أصحاب. مش عارف، حاسس إن أنت بتقعد في البيت كده خجول ما بتخرجش. أنا بقالي فترة عايش لي ساعة، حتى لما جالي الإحساس ده ما كنت، حتى بلعب رياضة بطلت رياضة. بتلعب رياضة؟ بتلعب إيه؟ رياضة إيه؟ كنت بلعب جيم حديد. جيم. ده أنت زومل بقى. أيوة كده، اضحك كده. أنت بتلعب تيمات ولا تمرين عشوائي كده؟ لا بلعب طول. بتلعب تيمات يعني. لا ده انا خطير في موضوع الجيم ده يا احمد. طيب في اخوات عندك في البيت؟ عندي وبابا وماما موجودين ولا منفصلين الحمد لله. ولا ظروفهم ايه؟ الحمد لله موجودين. علاقتهم حلوه ببعض ولا بيتخانقوا مع بعض؟ لا كويسين الحمد لله. كويسين. وبيقولوا لك انت ايه بقى وانت قاعد لوحدك كده قافل الاوضه على نفسك؟ لا اطلع ما تقعدش كده، اطلع معانا، انزل صحابك كده. طب واخواتك فين يا جميل في الليله دي؟ اخواتي، انا ليا اخ اصغر واخويا الكبير مسافر بره. طيب احمد، اخوك بيدردش معاك، انت مريت بقصة حب فشلت بقى قبل كده؟ لا بس من زمان بقى، مش دلوقتي. كان زمان، لكن لسه موجودة في حياتك يعني. دلوقتي دلوقتي في قصة حب في حياتي. يا سلام عليا، يا سلام. تصدق ان انا بفكر اكتب فيلم يا ابو حميد. طيب ابو حميد انت زي الفل، انت كل المشكلة اللي عندك يا حمادة يا جميل انك مفيش هدف حقيقي في حياتك. واضح ان انت دخلت ادارة اعمال على غير ارادتك، ولا انا غلطان؟ طيب اكلم حمادة الجميل، واتصال حمادة الجميل ده حلو في الموضوع بتاعنا اللي هو الاخذ بالاسباب والمعافرة في الدنيا. اي شاب من شبابنا ومن اخواتي وانا واحد منهم، انا لما اتخرجت قعدت سنة كاملة في بيتنا ما اقدم في اي حاجة، ما يحصلش نصيب. شهر كامل انا قاعد في بيتنا كده، وانا الشيخ اللي حافظ القرآن وكل حاجة والدنيا، قاعد كده في بيتنا، ما هروح فين بقى؟ الحمد لله متفوق دراسيا وبتاع، بس كل ما اتقدم في حاجة ما يحصلش. فقعدت كده في بيتنا ما اتكلمش بعد شهر. يعني ايه اللي هتستفاد ايه؟ ما هتفضل قاعد بحطة ايدك، الزمن ما بيستناش حد، تفضل الايام تعدي وانت قاعد. ما تفوق لنفسك، ايه اللي هيحصل لك يعني؟ قوم اشتغل. طب اشتغل ايه؟ انا ما فيش في ايدي حاجه اشتغل بيها، انا راجل حافظ كتاب ربنا، ومال نعلم الناس كتاب ربنا، بركه كتاب ربنا تمسك بعد كده. كذلك شبابنا بعضهم بيظن انه لما يقدم في الحربيه وما يحصلوش نصيب الدنيا باظت، ولما يخش حقوق ويقدم في نيابه وما يحصلوش نصيب الدنيا فرطت من ايده. مين قال كده؟ تعال نشوف الهجره كده، النبي اللي اعمامه اللي المفروض يدافع عنه سابوه، مش سابوه، اذوه، عافر، خرج، نشر دعوته. يا احمد انت ما عندكش مشكله، انت كل القضيه انك محتاج هدف في حياتك حقيقي. عندك اب وام كويسين، عندك اخواتك، وعندك حياتك. وبالنسبه للموضوع الموت ده انا مش هطمنك، اصل انا وانت واللي بيتفرجوا علينا دول كلهم هيموتوا، محدش عارف هيموت امتى. انا مش متقمص دور عم ضياء طبعا يعني بقول للناس كله راحل، لا، انما ربنا قال انك ميت وانهم ميتون، وربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. كان لنا حد صديق كان امنيه حياته انه يدفن في ارض مكه او المدينه، فكان لما يمرض او يعمل عمليه يروح يعملها هناك. في اخر مرض له
راح مريض راح عمل عملية هناك، خرج من العملية شوف الراجل تماما، رجع مات في مطار القاهرة. هو مش عارف هو هيموت فين، هو بيتحايل او نفسه يموت هناك عشان ربنا يبارك له ببركة الارض دي، لكن محدش يا احمد عارف هو هيموت فين. هذا الهاجس جاي لك لانك فاضي، عندك وقت فراغ كتير، عندك وقت تقعد تفكر. نعمة كبيرة من ربنا ان الواحد فينا يكون مشغول لدرجة انه مش قادر يرتاح غير الساعة 8 ساعات بتوع بالليل، دي نعمة، لان على طول ذهنه مشغول بشغله، ما عندوش استعداد يقعد يفكر، ما عندوش استعداد ينحرف، ما عندوش استعداد يقعد ساعتين على القهوة، ما عندوش استعداد. انزل الجيم يا احمد، واخرج مع اصحابك، وصلي كويس، وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعيش حياتك وكمل دراستك، الدنيا زي الفل. لن تجد راحة كاملة في الدنيا. مش معنى انا بقول لك ان الدنيا زي الفل لانك هتبقى زي الفل، ربنا اللي قال لقد خلقنا الانسان في كبد، الدنيا هي دار المعاناة. لن تجد صاحب نفوذ او صاحب مال او فقير او مريض او صحيح مرتاح في الدنيا، لانه ده كله زائل، ده كله هيزول. الفقر هيزول، والغنى هيزول، والصحة هتزول، والمنصب هيزول، هيزول اما بوفاة الشخص او بقيام القيامة. الدنيا في المتاع في الدنيا منتهي، ولذلك ربنا سمى الحياة في دلوقتي دنيا، والآخرة سماها الحياة الآخرة لأنها دائمة لا تنقطع، سماها دنيا لأنها ستنقطع وفيها من الدنو. ولذلك في أول دروس الهجرة للشباب والكبار والصغيرين والمشايخ واللي مش مشايخ، إن الدنيا ما بتقفش، وتكتب كده عنوان للهجرة: الهموم مثل الغموم، الهموم مثل الغموم، ما اجتمعت إلا لتمطر، لكن سماء همومك عندما ستمطر ستمطر فرجا ينسيك ما أصابك. الكلمتين دول معناهم إيه؟ الهموم والمصايب والبلاوي عاملة زي السحاب بتاع السماء، زي غيوم السماء، لما تجتمع غيوم السماء الناس تفرح، ليه؟ ناس فرحانة لك الدنيا هتمطر. كذلك الهموم بتاعتك تفضل تتكون، تتكون من هنا ومن هنا ومن هنا لغاية ما تمطر. لما تمطر مش هتمطر نقط مية، هتمطر فرج. الفرج ده سينسيك كل ما أصابك. ست منى معاك مين؟